الاعلامي بفضل الحمله اللي كيديروا ديال مراقبه الاسعار القاصره. لا مراقبه هذاك الاستهلاك مراقبه خاصها تكون دائمه وتمشي للكبار قبل الصغار. ومن حق المواطنين يعبروا عن وضع ديال الازمه، ازمه اجتماعيه لا يمكن تدبيرها باجراءات ظرفيه او استثنائيه، والحكومه مسؤوله على هذا الوضع وخاصها تحمل مسؤوليتها في تنفيذ الالتزامات الاجتماعيه وفي الضرب على ايادي المفسدين وتجار الازمات وفي الحد من استمرار ارتفاع الاسعار. بالنسبه لك الحملات ديال مراقبه الاسعار على البقاص لا دابا هما هذه حكومه ديال الباترونول ديال الكروكا ديال راس المال الكبير، هذه حكومه عارفه ان المحتكرين الكبار هما الشركات الكبرى اللي فوض احتكاري واللي مع كامل الاسف عوض تغيير القوانين وخوض مبادرات اللي كتمشي نحو الذين يحتكرون بالفعل واللي هما بالفعل كيغتني واللي هما ظهرات ارباحهم في السنه الماضيه كانت ضعفت بشكل كبير كيمشيو لاخر في اخر المطاف البقال التاجر الصغير وفي اخر المطاف هذا ماشي حل، لان التاجر الصغير هو غير اولا التسمينه مراقبه الاسمنه ما بقاش القانون خصو يتغير بعدا باش يمكن خص تحديد الاسمنه وتحديد الهوامش الربح، حنا كنا طرحناها وان هذاك ممكن المراقبه. دابا الان الحاله الوحيده اللي كيراقبوا هي لان الاسمنه تكون منشوره ان تكون معلقه في، وهذا ماشي هو الحل. الحل هو يكون في المنبع، المنبع ديال الغلاء، والمنبع ديال الغلاء هما المحتكرين الكبار، هما الشركات الاحتكاريه الكبرى هي المنبع ديال الغلاء ماشي هي التاجر الصغير مع كامل الاسف.